مساء الخير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى أخبار الثامنة على قناة الموريتانيا ستتابعون فيها. مقاطعة السبخة تحتضن أعمال ندوة حول دور التصوف في نبذ الغلو وتطرف الشيخ سعد أبيه نموذجا. ترقب في أوساط المواطنين ساعات قبل التداول بالأوراق الجديدة بعد الإصلاح النقدي الجديد. ستتابعون في ملف النشرة البطاقة الرمادية البيومترية حصانة ضد التزوير. طب مساءكم مشاهدينا الكرام، نبدأ هذه النشرة ببريد رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز، حيث وجه سيادته اليوم برقية تهنئة إلى صاحب الفخامة السيد عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. وشدد رئيس الجمهورية لنظيره السوداني حرص بلادنا القوي على مواصلة العمل من أجل تعزيز علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين البلدين الشقيقين. في برقية مماثلة وجهها رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز إلى صاحب الفخامة السيد راول كاسترو رئيس مجلس الدولة ومجلس الوزراء بجمهورية كوبا بمناسبة احتفال جمهورية السودان بعيدها الوطني. وأكد سيادته عزم بلادنا على تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين البلدين خدمة لمصالح الشعبين الصديقين. ووجه رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز برقية تهنئة كذلك إلى صاحب الفخامة السيد جوفنال مويز رئيس جمهورية هايتي بمناسبة العيد الوطني لبلاده. وأكد رئيس الجمهورية في البرقية إرادة بلادنا القوية على العمل من أجل أن تنمو وتتعزز بطراد علاقات التعاون التي تجمع بين البلدين الصديقين. رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز يوجه برقية مماثلة كذلك إلى صاحب الفخامة السيد أندري كيسكا رئيس جمهورية سلوفاكيا بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. وشدد رئيس الجمهورية حرص موريتانيا على مواصلة الجهود من أجل تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين بلدينا خدمة لمصالح الشعبين الصديقين. مشاهدينا الكرام، نلفت عنايتكم إلى أنه بإمكانكم متابعة حلقة خاصة عن حصيلة العمل الحكومي 2017 تستضيف لكم عددا من أعضاء الحكومة، وذلك بعد نشرة الرئيسية باللغة الفرنسية إن شاء الله. انطلقت الليلة البارحة في مقاطعة السبخة بولاية نواكشوط الغربية أعمال ندوة حول دور التصوف في نبذ الغلو وتطرف الشيخ سعد أبيه نموذجا. يأتي تنظيم هذه الندوة بمناسبة زيارة الخليفة العام لطريقة القادرية في غرب إفريقيا الشيخ باهو للشيخ طالب بويا. دور التصوف في نبذ التطرف والغلو عنوان لندوة مشهودة تنظمها اتحادية القادريين بالعاصمة لسنة الرابعة على التوالي، وهي مناسبة يزور فيها نواكشوط الخليفة العام لطريقة القادرية في غرب إفريقيا. فعالية هذه التظاهرة تنوعت في فقراتها ووفد إليها المريدون من كل أنحاء نواكشوط، ابتهالات وأناشيد وحلق ذاكرة انضمت إليها الجموع المدعوة قبل أن تبدأ الكلمات المؤطئة لهذه الندوة والمؤطرة لمضامنها. وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي إلى جانب السلطات الإدارية كانوا في عين الحدث مشرفين على انطلاق الندوة جنباً إلى جنب مع رموز العمامة. لما شهدته هذه البلاد عبر تاريخها الحافل والمشع من عطاءات علمية براقة قدمها العلماء والصلحاء لمدعاة للاعتزاز والتنوير، وهو ما جعل ساكنة هذه الربوع منارة للعلم والعمل ونموذجا يحتذى بالأخلاق والاستقامة والورع. وإن شيخنا الشيخ سعد أبيه ابن الشيخ محمد فاضل بن مامين
لفي طليعة هؤلاء العلماء والصلحاء الذين ما زالت آثارهم العلمية معلمة سامقة ومحجة لطلبة العلم والمريدين من مختلف الأقطار. ولقد أثر الساحة الإسلامية بنفائس الكتب والمؤلفات الثمينة، وعم إشعاؤه المعرف أصقاعا عديدة، وكان له الدور البارز في نشر قيم الإسلام الناصع والتبادل الثقافي ونسج عرى التقارب والتآخي بين شعوب كثيرة. وإن استحضاركم الليلة في مآثر هذا العلم الفج لا يدخل في صميم توجهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز الرامية إلى نهض الغبار عن موروثنا الثقافي وإحياء دورنا الحضاري المتميز في تنوير العقول وبث قيم الوحدة والتكافل والتفاهم. وفي كلمة قرئت باسم الخليفة العام الشيخ أياه وللشيخ الطالب بويا وللشيخ سعد بوه، جاءت عقود الإرشاد تترى ولآلئ النصح تنساب، مذكرة بالمبادئ وهادية إلى الصراط المستقيم. إننا لنثمن عاليا تلك الجهود التي بذلتها قيادتنا برئاسة فخامة السيد محمد العبد العزيز من سعي في إصلاح الأمة الإسلامية والذود عن حماها، بدءا بطرد السفارة الإسرائيلية وإنشاء الجامعة الإسلامية وطباعة المصحف الشريف واكتتاب الأئمة وإقامة قناة المحضرة وإنشاء الجامع الكبير. وفي تعقيب لرئيس الاتحادية بالعاصمة الشيخ سيدي با شكر الحضور ونوه بالتظاهرة ليحين وقت الجانب العلمي للتظاهرة الذي تصدرته محاضرة عن مناقب وكرمات الشيخ سعدي أبيه ابن الشيخ محمد فاضل. تدخل العملة الوطنية الجديدة خلال 24 ساعة القادمة حيز تداول بعد الإصلاح النقدي الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية يوم 28 من نوفمبر الماضي بمناسبة ذكرى 57 لعيد الاستقلال الوطني. بعد الفاصل نفتح نافذة على هذا الموضوع. مع الإجراءات الجارية لاستصدار العملة الوطنية الجديدة، شهدت المعاملات النقدية الإلكترونية خلال الأيام الماضية اضطرابا في الخدمة خاصة على مستوى الصرافات الآلية. تقرير في الموضوع. أكشاك مهجورة على غير العادة في مثل هذه الأيام، فالبنوك قررت منذ عدة أيام إغلاق نوافذ السحب الإلكتروني وإلزام الراغبين في سحب أموالهم على اتباع الأساليب التقليدية، وضع أثر على العديد من الزبائن. احنا اليوم جينا هنا ندوروا نعرفوا سبب قفل هذه الجيشة اليوم، وولات ما عرفنا له سبب، ما عرفنا كان سبب تبديل فضاء جديدة والله ما عرفنا السبب شنو، درك نختاروا نعرفوا السبب شنو فقفل هذا الجيشة اليوم. ايوا ما شاء الله، هون المكان جينا ندوروا الفضاء واليوم ما يشتغلوا. جينا لهنا هاي قيشه كنا نسحبوا منها الشمني الفضاء يقر، قالوا لنا بانهم ما يقدوا خلونا نسحبوا، لا خلونا كا والله ما رينا شيء هون موجود فيها، مع انهم قالوا انهم هاي الفضاء جديده هي اللي هامها لا تنسحب وهامها لا تنسحب لا ابتداء من الليله منوي اللي هو راس السنه. الحصول على مبالغ من حسابات المواطنين لدى البنوك لم يعد متاحا في عطلة نهاية الأسبوع وبداية السنة الجديدة، ما أدى إلى تقلص مستوى السيولة وارتباك في حركة التداول، وذلك في ظل مبررات قدمتها البنوك تعتبر أن وقف السحب إلكترونيا جاء تزامنا مع قرار تغيير قاعدة العملة الوطنية. هذا القرار الذي يدخل حيز التنفيذ مع بداية العام الجديد، فما هي أسباب توقف العمل بآلات السحب الإلكترونية في البنوك؟ ومتى يتسنى إعادة العمل بأكشاك السحب الإلكترونية؟ إذن مشاهدينا الكرام، لتسليط الضوء أكثر على مختلف هذه الجوانب المتعلقة بتداول العملة الوطنية الجديدة، نستضيف لكم الليلة عمر واليعقوب والعمر المدير العام لتجمع المصرف النقديات والمعاملات الإلكترونية. أهلا وسهلا بكم سيد عمر. أولا سيد المدير، تابعتم هذا التقرير، هل من توضيحات حول تساؤلات هؤلاء المواطنين لماذا تم توقف هذه الشباك؟
طيب شكرا. اولا قبل التعليق على هذا العنصر اللي قدمته، نقول جميع مستخدمي البطاقات المصرفيه اللي عليها الشعار جيمتل، على ان هذا التغيير الجديد اللي خلق للعملاء لا يبدا ان شاء الله من الساعه 0 الليله، على انه ما عنده اي تاثير على بطاقاتهم اللي موجوده عندهم. منع عن تغيير العمله ما هو مغير رقم سري ولا هو مغير البطاقه اللي عندهم. بالتالي ابتداء من السواعي الاولى من فاتح يناير يقدوا يتوجهوا للشبابيك الاوتوماتيكيه، اياك على انهم يقوموا بعمليات السحب اللي طابين عليها اللي لا يتغير وحده، وعلى انهم لا يجبروا الشاشه اللي اصلا يشوفوا عليها الاوقيه القديمه، لا يجبروا عليها الاوقيه الجديده، ولا يعطيهم الشباك الالي الا الاوقيه الجديده. لكن هناك تساؤلات حول تبرير هذا التوقف لهذه الشبابيك، خاصه انه كان في وقت ربما المواطن يستهلك فيه اكثر، وقت راس السنه ووقت كذلك عطله نهايه الاسبوع. انا طلبت منك قوس شوي ان نقدم رساله خاصه ونعود نجاوب على الجانب الثاني منه، هو رسالة لجميع الموريتانيين اللي عندهم بطاقات مصرفية في الخارج، المتواجدين الآن في الخارج واللي منهم لا يسافر الليلة، على أن جميع البطاقات اللي عندهم مازالت قابلة للاستعمال إن شاء الله. على البنك المركزي الموريتاني والبنوك الأولية قاموا بجميع التدابير مع الشركاء الدوليين فيزا وماستر كارد من أجل على أنهم بطاقاتهم يتموا صالحين. نقدم رسالة خاصة لجميع العائلات الموريتانية اللي عندهم ابناء وبنات طالبات وطلاب في الخارج وعندهم بطاقات مصرفيه دوليه مسبقه الدفع، على انهم ما فيه اي خوف على ذيك البطاقات، قمنا بالتدابير اللازمه ويتابعوا استعمالها بدون اي مشكله. الرساله الثانيه هي لجميع الاجانب الموجودين الان في موريتانيا واللي منهم لا يبدا يجي من الليله، على انهم ذوك اللي منهم طابين على انهم يسدوا فواتيرهم عن طريق اجهزه الدفع في الفنادق والمطاعم، ما فيه اي تغيير بالنسبه لهم. زياده على ذاك اللي منهم لا يسحب الفضاء يقيس الشباك الالي ويستفاد معنا احنا هالموريتان بالاوقيه الجديده لا يسحبها من الشبابيك الاليه. هذا هو كان القوس. رسائل مررت ماذا عن قضيه اغلاق شبابيك؟ طيب الشباك الالي هو صندوق كأي صناديق الوكالات المصرفية، يا غير مزود بروبوت آلي يجيه أمر من السيرفر ويقول له حسب الفضاء ومدها لذاك الراجل اللي قدام. بالتالي 31/12 من كل سنة جميع البنوك العالمية والبنوك الموريتانية يعدلوا جرد لهذه الصناديق، ومسألة طبيعية كانت كل سنة تخلق تقبض بعض السوائع. زيادة اللي خلق ذا العام هو على أن جايبين فعلا عملة جديدة، وقبضنا الالتزام الموريتانيين على ان الساعه 0 لا تبدا تقبل الفضة جديده. بالتالي طلب منه التوقيف ربما طال شيئا ما، اخذ انت تكلمت عن ساعات، هو اخذ ربما يومين او ثلاثه، ولم يكن هناك يعني اشعار من طرفكم للزبناء، بالتالي مسؤولون الان عن التبرير. كان اولا ساعات بالنسبه لجرد الصناديق، وساعات بالنسبه للتحويل الى النقود الجديده. ما في توفيت فكرتي، انا نختار المواطنين يعرفوا على الشبابيك الاليه على مستوى موريتان ماشيه مترابيه من الزويرات الى النعمه ومن تيجك جاي الى سيري بابي بجميع عواصم الولايات، والكثير من المقاطعات فيهم شبابيك اليه. كل شباك الي لاهي نجوه ونحسبوا له ذي الفضة جديدة، عندها طول جديد وعرض جديد مغاير للفضة القديمة اللي كانت فيه، بالتالي يلا يتعرف عليها إياك يعطيها بصفة صحيحة. من ناحية الحواسيب من ناحية الحجم الحواسيب اللي في كل شباك آلي لابد من تتم برمجتهم إياك على أنهم يتعرفوا على الأوقية الجديدة وينعتوها للزبون هذه الأوقية الجديدة، وينقال له على أنها عندها كود جديد إياك يقوم بالتعامل معها. أجهزة المعلوماتية اللي في المصارف، كل نظام معلوماتي في مصرف كان لازم على ان نقوم باعاده برمجته. الاوقيه اللي كانت موجوده عندنا كانت عندها رقم ايزو ام ار او 478، عادت عندها رقم جديد ايزو ام ار اي 929، لازم برمجته في جميع الاجهزه على مستوى المصارف الموريتاني. هذا من الناحيه الفنيه، هذا من الناحيه لابد يسمح ضروري على انه يعدل اياك على انه نقدر نعطيك مثال. ما تم 2001 في فرنسا من المشي من الفرنك الفرنسي الى اليورو، يوم 1 يناير ما فتحوا نهائيا. احنا عدلنا العمل، كان يوم عدلنا العمليه بقى. نحن عدلنا العمليه العكس على انها قبضنا الوقت سابق بدايه السنه والساعه 0 لا يبدا، وجميع المواطنين اللي عندهم بطاقات مصرفيه يستفيدوا منه. نختارك تفهمي على ما قيمه به الوقت اللي نتكلم انا وانت الان،
خالقة مجموعة من النساء والرجال كلهم في مكان عمله، إياكاش إياك على الساعة صفر نعود ذا اللي قلت لكم يعود ممكن. بالتالي هذا الناس قدموا تضحيات مادية ومعنوية إياك على هذا المشروع يوصل الساعة صفر على أن نقدموا الأوقية الجديدة. هذا الناس نختار نحييهم من طرفكم ونقولهم على أن محيين فيهم روح المسؤولية والتضحية اللي قاموا بها من أجل لأن هذا يخلق العكس. إحنا هذا الوقت اللي قبضنا 48 ساعة كان مستحيل ما قيمة به، كان من الصعب على أن يقيم به، ونختير جميع المواطنين يعرفوا على أن البنوك الموريتانية والبنك المركزي ما تم القيام به كان شبه مستحيل، والآن الحمد لله على أرض الواقع ولا يشوفه المواطنين ساعة صفر. عفوا سيد المدير، واضح أنه هناك نوع من الارتباك على الأقل من ناحية الفهم، أقصد من قبل المواطن من ناحية فهم هذه العملة الجديدة وطريقة التداول بها، هل هناك يعني دور مباشر، أقصد مباشر أو استراتيجي بديلة ستقومون بها في جهازكم بالتعاون مع الأجهزة المعنية بقضية العملة؟ أقصد في الأيام المقبلة، لأن هناك توقع فعلا لنوع من الارتباك سيقع ونوع من يعني المشاكل ستقف أمام زبنائكم. احنا الاتفاقية اللي ما تم عرضه من طرف البنك المركزي وعلى جميع الشبابيك الآلية من فاتح يناير تعود تعطي لها الأوقية الجديدة، بالتالي ما فيه ارتباك من ذلك الناحية. بالنسبة للوكالات المصرفية لا يتم تستقبل الأوقية القديمة ولا يتعطي لا الأوقية الجديدة. بالنسبة لحد جاب دفتر شيكات والله 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 جاب فضل يبدلها من القديمة الجديدة، بالتالي الارتباك من ناحية المصرفية البحتة ما هو موجود، لأن قبضنا قرار نهائي على جميع الشبابيك الآلية على المستوى على التراب الوطني ما تلاو يعطوا من الليلة صفر، ما تلاو يعطوا ما هو الأوقية الجديدة، بالتالي ما نحتسب على أن لا يعود فم ارتباك من ناحية سحب لا الأمر. لا أنا أقصد بالارتباك قضية تعامل الزبون مع الشباك ومع حتى التداول بالعملة، هل هناك يعني استراتيجية أو يعني جهاز مسؤول عن هذا النوع من الحالات؟ طبعا هي الأول البنك المركزي عدل نيميرو فير موجود رقم 13 أي رجاج عنده استشكال في هذه القضية يتلفن عليها يجبر الأجوبة بجميع اللغة الوطنية. ثانيا جميع المصارف شبابيك ابتداء من الصفحة الثامنة لا يبدأوا يستقبلوا جميع الزبناء اللي عنده استشكال واللي عنده مشكلة يبقى يطرحها، لا يجبر جواب عنده لدى ربما سؤال أخير، بما أن هذه العملة يعني تتميز يعني الحجم أصغر يعني الطريقة التي تمت بها وظروف التي تم بها أعدادها ربما تكون عصرية أكثر، هل سينعكس ذلك على قضية الشبكة لدى الشباك وقضية المشاكل التي يواجه الزبون دائما في قضية السحب، دائما هناك مشاكل في بعض الشبابيك، هل هذه يعني الطفرة الجديدة ستنعكس على الخدمة لدى الشباك؟ طيب هي واحدة منهم، هذه الأوراق الجديدة هي فعلا أوراق من عينة بوليمير، وهذا البوليمير أسهل على الشباك الآلي ومع طول الزمن أقل وسخ نقر المكاين بالنسبة لنا احنا اللي نشتغلوا فيهم، بالتالي لا يطوال عمارهم وبالتالي يعود أقل اللي قال له براج توحل الفضاء في الماكينة. طبعا لا يعود أشبه من ذيك الناحية، قال نحن من ضمن استراتيجية تطوير وسائل الدفع مواكبين ما هو الذي الأوراق النقدية هي اللي ماشي معه. احنا بدأنا مشاريع معاملات إلكترونية فاتعة، بدأ منها الشيء على أرض الواقع، الأول منها هو على أن قدمنا عن طريق هذه البطاقات المصرفية إمكانية دفع فواتير، بدأنا بSNDE اليوم حد كامل عنده بطاقة عنده فاتورة مياه مش يقدر يخلصها عن طريق بطاقته المصرفية في بعض الوكالات، ومتباركين مع نعموهم على التراب الوطني. اليوم فيه نقاش مع الخزينة العامة ومع الإدارة العامة للضرائب إياك على أن نخولوا المستخدمين البطاقات على أنهم يقدروا يخلصوا الضريبة اللي على السيارات اللي معروفة بفينيت، العمل قائم عليها لأنه يقدر يخلق في جانفي. تم تقريب الخدمات المصرفية من عدة شرائح من المجتمع الموريتاني ما كانوا زبناء المصارف، مثلا قربنا من الشباب الطلبة وتلاميذ عندهم بطاقات مسبقة الدفع حكما ما هي بشي قدوش تعملوها
كبطاقات كمحافظ إلكترونية. اليوم أزيد من 5000 طالب موريتاني من طلاب الجامعة جامعة نواكشوط العصرية عندهم يجوهم منحهم على البطاقات المصرفية القابلة على جميع شبكة جيمتل ويقدوا يستفادوا منها في الداخل وفي نواكشوط. ماذا عن الداخل؟ ماذا عن السكان في الداخل المناطق البعيدة؟ ربما هم بأمس الحاجة إلى هذه الخدمات الميسرة أكثر ربما من يتواجدون هنا بالعاصمة. تم القيام به، نوفي لك، قمنا منتصف هذا العام مع 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 برنامج التكافل بإيصال بطاقات مصرفية مسبقة الدفع لأكثر من 15,000 مستفيدة لا يحولوا لها أموال إياك تستفاد منهم. تم تزويدها بطاقات مصرفية، هذا على مستوى مبوت، مستوى باركيول، مستوى سيري بابي، أماكن نائية اليوم عندهم بطاقات مصرفية وما كانوا ما كنا نصور أنهم لا يدخلوا قاع وكالة مصرفية، بالتالي عندهم بطاقات مصرفية ويقدروا يقوموا بمعاملات إلكترونية. اليوم هذا موجود على أرض الواقع عن طريق تقريب خدمات مصرفية. سيد عمر واليعقوب العمر المدير العام للتجمع المصرفي للنقديات والمعاملات الإلكترونية، شكرا جزيلا لكم. شكرا. مشاهدينا الكرام، نشرتنا متواصلة معكم في ملفها لهذه الليلة. ستتابعون البطاقة الرمادية البيومترية حصانة ضد التزوير. تتواصل في مدينة بوتليميت النسخة الأولى من مهرجان بوتليميت للثقافة والفنون، وذلك وسط حضور الشخصيات الثقافية والفكرية. برنامج التظاهرة تضمن العديد من الأنشطة الثقافية والفكرية والأمسيات الفنية. عديدة هي الأنشطة الفكرية والثقافية المنظمة على هامش فعاليات النسخة الأولى من مهرجان بوتليميت الثقافي. عروض عديدة ومحاضرات ثمينة قدمتها مجموعة من الشخصيات العلمية والفكرية والأكاديمية. استهل اليوم الأول بثلاث محاضرات، كانت الأولى محاضرة تحت عنوان بوتليميت النشأة والتشكل، قدمها الأستاذ إبراهيم اليوسف للشيخ سيدياء. تطرق المحاضر إلى الإرهاصات الأولى لتشكل المدينة والمفاهيم التي تأسست عليها والعوائق التي واكبت مرحلة التأسيس. بعد ذلك عقب على المحاضرة كل من الدكتور سيدي محمد والختال والأستاذ الحسين والمحمد، فيما تناولت المحاضرة الثانية موضوع معهد أبيتي لميت الدور والعطاء. المحور الأول قدمه المحاضر محمد محمود الودادي، حيث تحدث عن المفاهيم العلمية والرؤى الفكرية التي تأسس عليها المعهد في مدينة بوتليميت، فيما تناول المحور الثاني الدور الريادي للمعهد مع المحاضر الخليل والطيب وهو أحد خريجي معهد بوتليميت. وقد عقب على المحاضرة الشاعر أحمد وعبد القادر. الندوة الثالثة كانت حول فن المديح النبوي في المنطقة، القول والممارسة. قدم العرض الأول الأستاذ إبراهيم البلال، فيما قدم العرض الثاني الدكتور محمد لمين والإبراهيم. وقد واكب هذه المحاضرات باهتمام كبير جمهور غفير من الشخصيات العلمية والثقافية والطلاب بالمدينة. ما إن جن الليل حتى عاش سكان المدينة على وقع فعاليات السهرة الثانية من المهرجان، حيث تابع الجمهور عديد الإلقاءات الشعرية من قبل كوكبة من شعراء المدينة. تلت ذلك ألعاب فلكلورية طبعت بمسحة المدينة الخاصة في فن الفلكلور، إضافة إلى أدوار غنائية ممتعة مع كبار الفنانين. نظم المركز العربي الإفريقي للإعلام والتنمية مساء أمس ندوة تحت عنوان قم بصالح جسر التواصل العربي الإفريقي تاريخها وأعلامها. تسعى الندوة إلى نفض الغبار عن تاريخ هذه المدينة التي أسست مملكتي غانا ومالي. تميزت الندوة بكلمة لرئيس المركز العربي الإفريقي السيد محمد سالم ولده، أكد فيها أن الاهتمام بتاريخ قم بصالح
هو اهتمام بتاريخ موريتانيا، وتطرقت المداخلات في هذه الندوة إلى مختلف الحقب التي مرت بها المدينة حتى الوصول إلى تاريخ بني صالح شرفاء كومبي صالح ونشرهم للإسلام. وشكلت الندوة تتويجا لأعمال المركز العربي الإفريقي للإعلام والتنمية لسنة 2017، كما أنها كانت فرصة لإنارة الرأي العام عن تاريخ مدينة كومبي صالح، وسانحة لتعاون وثيق بين المركز والمهتمين بتراث كومبي صالح. كذلك أطلقت جمعية المنى لدعم مرضى القلب مساء أمس بالعاصمة حملة تحسيسية حول مخاطر أمراض القلب. وتحدثت رئيسة الجمعية السيدة فاطمة منت الشيخ عن الجهود التي تبذلها الجمعية للتخفيف من معاناة أمراض القلب خاصة من الفئات الهشة. اللقاء كذلك تميز بمداخلات ثمنت جهود الجمعية وأهمية الحملة المزمع القيام بها للتوعية والتحسيس بأهمية الوقاية من أمراض القلب. وتم كذلك خلال انطلاق الحملة متابعة فيلم وثائقي يعرض لأنشطة الجمعية منذ تأسيسها والخدمات العلاجية التي تقدمها لمرضى القلب. نظمت جمعية التضامن لتنمية والثقافة مساء أمس حفلا بمناسبة انطلاق أنشطتها الرسمية، تم فيها استعراض حصيلة عمل المنظمة خلال المرحلة السابقة. وتحدث القائمون على هذه الجمعية بتحدثوا عن برامجها المستقبلية لمعاصرة الفئات الهشة وتوزيع المساعدات على المحتاجين، مؤكدين أن الهيئة استطاعت خلال الفترة القصيرة الماضية تحقيق العديد من الإنجازات لصالح الأسر الضعيفة، خاصة في مجال تقديم الخدمات الصحية المجانية وإنعاش الساحة الثقافية. كما نظمت رابطة هذه الرابطة بتعاون مع شبكة الشباب العمليين لقاء لصياغة التوصيات المنبثقة عن مؤتمر الشباب الإفريقي الأوروبي الذي عقد مؤخرا في أبيجان بالكوت ديفوار. وقد مثلت هذه الرابطة في تقديم عدد من المبادرات في مجال المحافظة على البيئة والتعليم والأعمال عبر خلق فرص عمل للشباب، فضلا عن تشجيع مقاولات الشباب كذلك. من النشاط الرياضي في هذه النشرة، من الأنشطة الرياضية، نظمت الاتحادية الوطنية لسباق الدراجات الهوائية بالعاصمة اليوم الدورة الثالثة لطواف وأكشوط. شهدت هذه التظاهرة مشاركة 60 دراجا وطنيا تنافسوا على مسافة 70 كيلومتر. الاتحادية الوطنية لسباق الدراجات الهوائية تختتم الموسم الرياضي للدراجات الهوائية للعام 2017، وذلك من خلال طواف نواكشوط. الطواف عرف مشاركة 60 دراجا وطنيا موزعين على 3 فئات عمرية، هي فئة التلاميذ ما بين 8 سنوات إلى 13 سنة، وقد تنافس المشاركون في هذه الفئة على مسافة 4 كيلومترات، وفئة الناشئين ما بين 13 و 17 سنة، وقد خصصت لهم مسافة 11 كيلومترا. أما الفئة الثالثة فهي فئة المحترفين الذين تنافسوا على مسافة 70 كيلومترا، امتدت على الطريق الرابط بين نواكشوط ونواذيبو. هذا السباق الذي تم في ظروف جيدة ومكن كل الفئات من المشاركة في هذه التظاهرة المهمة للأطفال والمتوسطين والمهنيين، وتمت الحمد لله بدون مشاكل. وبهذه المناسبة أشكر الاتحادية على ما بذلت من العمل في الفترة الأخيرة، خاصة من ناحية تكوين المدربين ومن ناحية النهوض بهذه الرياضة المهمة. الطواف يأتي ضمن مساعي الاتحادية الوطنية لسباق الدراجات الهوائية الرامية إلى تكوين الناشئة على ممارسة هذه الرياضة.
هذا يدخل في برنامج الاتحادية من جل التحسيس دي أولا برياضة الدراجات الهوائية ثم جل ملي التمرين للمحترفين. اليوم شاركوا فئات الصغار وفئات الهوات ياك ملي عودوا لاجين عذاك يشجع الناس على الرياضة. وتبارك الله كان الجمهور اليوم خارج الحمد لله. عندنا سباق ناجح اللي عود ما خلقوا حوادث تبارك الله. وبالمناسبة نشكر الشرطة الوطنية على حسن التنظيم ونشكر ملي أيضا الحماية المدنية ملي يواكبونا واسم الاتحادية والمكتب الوطني نشكره ملي بلدية تفرق زينة اللي سامت معنا واللجنة الأولمبية ملي اللي سامت معنا في السباق. ختام التظاهرة تميز بتوزيع الميداليات والكؤوس والجوائز المالية على الفائزين الثلاثة الأوائل من كل فئة، حيث توج دراج دايما مدو بلقب الطواف بعد أن انهى السباق بزمن قدره ساعة وسبع عشرة دقيقة وعشر ثوان، متفوقا على مطارديه المباشرين لمان سيدي والحاج الشيخ. في المجال الرياضي دائما انطلقت في مقاطعة السبخة فعاليات منافسات النسخة السابعة عشرة من البطولة الرياضية لمنحدري ولاية قيدماغة في كرة القدم، منظمة من طرف الجمعية الثقافية والرياضية لمنحدري الولاية. يشارك في هذه البطولة عدد من الفرق الرياضية التي تمثل قرى وبلديات الولاية، ويسعى المنظمون في هذه التظاهرة إلى إبراز المواهب الرياضية لدى الشباب المنحدرين من هذه الولاية. أطلق قطاع التجهيز والنقل مؤخرا عملية لترقيم البطاقة الرمادية للسيارات الرامية إلى ضبط وثائق السيارات والمحافظة على السلامة الطرقية. تسعى العملية إلى تمكين المواطنين من الحصول على كافة الوثائق المتعلقة بالسيارات وفق نظام معلوماتي مرتبط بالوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة. في حيز جغرافي واحد بالإدارة العامة للنقل البري تموقعت الإدارات والمصالح المعنية بإعداد البطاقة الرمادية البيومترية بدءا بشباك استقبال الملفات مرورا بالتسجيل والمسح الضوئي للمستندات والتأكد من تطابق المعلومات المدرجة في عناصر الملف ثم الفحص الفني عن طريق مكتب الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة الموجود هنا. يتم دفع الرسوم لمكتب الخزينة العامة بنفس المكان ومنه إلى مصلحة الترقيم الذي أصبح تلقائياً. ومن هذه المرحلة يتم توجيه الملف إلى مدير النقل البري الذي يحيله إلى المدير العام للنقل البري كمحطة أخيرة. مراحل للحصول على البطاقة الرمادية البيومترية أصبحت ضرورية لكل سيارة لم يتم ترقيمها من قبل، وقد اكتملت إجراءات جمركتها حديثاً. هذا البطاقة اخترنا انها تعود مؤمنة لعدة معايير. واحدة على انها تعود لا يتمكن المواطن من ان تعود عنده وثيقة مطمئن هو عليها عارف انها ما يلاهي تبتل وترقن عليه ولا يلاهي تزور ولا يلاهي تغدى عليه وتعود عنده صعوبة اجبارها، والياسر من المعايير وياسر من الاهمية اللي كان لابد منها. من المنبر نقول للمواطن على أن هذا كامل معدل من أجله، إذا كان تعود عنده بطاقة مؤمنة وعندها مراحل، مرحلة الأولى فيها فتنا بدأنا بهذا اللي قالهم سيري سبيسيو سبيسيال. سيري سبيسيال هذه اللي الخصوصية اللي كان اللي كيف تسجي الوالي الدولة وكيف تتي وكيف تاك الترقيم الخاص بدأنا به. هكا بقينا انها نعود مرحلي كامل لعل خلق تراكم يخلق وعوداك صعيب بالنسبه للمواطنين ولا شيء. اخترناه يعود مرحله. المرحله الاولى بدانا بذاك والمرحله الثانيه فتحنا للترقيم غير خاصه ذو اللي منهم ما قط الوتات اللي ما قطوا رقم. اي وتا ما قطوا رقم ما تلا فيها مجال ثاني يكون انها تؤخذ على ذي المرحله ذي تؤخذ بيومتريك. وفيما يخص البطاقة الرمادية الورقية فإن مهلة تحويلها إلى بيومترية مفتوحة لمدة 3 سنوات.
بالنسبة للناس اللي كانت عندها بطائق رمادية تشقلها سابقة من الستينات جاية، على كل حال مجالها مفتوح معطية لها أهل السنين اللي كانت تمكن، ما يقدوا عدل في نهار واحد من الستينات جاية، ما يقدوا عيطلهم في نهار واحد نقال لهم بدلوهم، يغير معطية لهم أهل السنين يكانوا على راحتهم يقدوا بدلوا، يغير يتفاصل كل موريتاني على من عندي السنين الثلاثة يومها وافية إن شي كامل ما هو بيومتريك ما تلي عمل موريتاني. وتحرص إدارة النقل البري من خلال مصالحها على التحقق من دقة معلومات الملفات وتطابقها في كل مرحلة. الملف جاينا من مشوار رئيس مصلحة البطاقة الرمادية، يجينا نحن لين جينا نحن لنفرفو هذا كتاس ونفرفو هاي الطاقة الأخرى من عند الدوان، راهي نخرصو كامل ونخرصو كتاس الثاني للدوان، نخرصوهم كاملين ونخرصو على السمن ونخرصو كارت ديال الزمان اللي الأجنبية ونخرصو الملف على السمن، كانوا على اسم شركة، كانوا سيري نورمال، والله على اسم شخص. مواطنون تقاطعت آراؤهم وانطباعاتهم حول هذا الإجراء الذي يعكس حسب وصفهم مستوى التحضر الذي وصلت إليه البلاد. جيتنا هنا عندي إجراءات ورق سيارة، قضيت لي كارت كريز، جيت هون ومن ناحية إجراءات من عند التريزور ما عندها أي مشكلة، الأمور مفتوحة، ومن ناحية إدارة النقل مولي تحضيرات الأوراق وذا كامل ما عندك أي مشكلة. ونعرفوا عن هذا زين للمواطن فيه اللي مأمنه، حد عنده بطاقة سيارته لين يقيس النعمة ويدخلها في الجهاز لا يجبر بطاقة سيارته، ما تات سيارته تقدر تنسرق هذا زين، هذا لين يشكروا عليه الدولة ولين يشكروا عليه الوثائق المؤمنة للسكان ولين يشكروا عليه إدارة النقل اللي بذلت هذا الجهد، وراجين هم اللي تعدل هذا رخصة السياقة. هذا إجراء زين عندنا وبطاقة اللي تعود مؤمنة وسالكة من ياسر مشي. جيت هنا تياه لين رقم وت وطاوني هذه البطاقة، بطاقة زينة ما يبلها الماء ولا تنشق، وفيها جميع المعلومات ملخص الوتة كامله، فيها الوتة كم شافوه وفيها وزنها كم وفيها لونها شنو، فيها كان قزوار واللايسانس وفيها عدد مقاعدها شنو هما، ويعني بطاقة زينة بطاقة متحضرة. الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة الجهة التي تتولى الجانب الفني لإعداد البطاقة الرمادية البيومترية تصدر هذه الوثيقة بعد مرورها بعدة مراحل. البطاقة الرمادية الجديدة أو بطاقة ترقيم السيارات هي نتيجة عمل مشترك بين الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة وإدارة النقل البري وإدارة الجمارك. والوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة ممثلة بإدارة البحث والتطوير قامت بإنشاء نظام معلوماتي لصالح إدارة النقل البري. هذا النظام يتوفر على جميع الخدمات اللازمة لاستمرار عملية إصدار البطاقات الرمادية على مستوى إدارة النقل البري. هذه العملية تبدأ باستلام البيانات الفنية من إدارة الجمارك، وعند استلام هذه البيانات يقوم عمال إدارة النقل البري باستكمال ملفات السيارات واستلامها واستكمال البيانات وتسجيلها ومصادقة عليها، وهذه البيانات تصل بطريقة آلية إلى إدارة البحث والتطوير على مستوى الوكالة الوطنية. نقوم على مستوى إدارة البحث والتطوير بجمع كل تلك البيانات وتسليمها لإدارة استقلال النظام. وإحنا بالنسبة لنا كالوكالة الدور نلعبه هو الدور الأهم في البروسيس كومبلي به، اللي نعمل على ضمان تبادل المعلومات بين الجهات الثلاثة، المعلومات مؤمنة على مستوى الوكالة الوطنية، ونضمن تبادلها من الجمارك والنقل إلى وصولها إلى الوكالة الوطنية، لكن في الأخير نعمل على إنتاج البطاقة الرمادية بطريقة مؤمنة وفيها معلومات الكافية اللي طالبتها وزارة النقل اللي تم الاتفاق عليها أنها توخى المعلومات اللي تعود معلومات المواطن مالك السيارة، معلوماته هو الشخصية ومعلومات كذلك السيارة بحد ذاتها، وهذه المعلومات بطبيعة الحال لأنها مؤمنة وغير قابلة للتزوير. نحن نقوم هنا في مصلحة الإرسال باستلام بطاقات الرمادية من إدارة استغلال النظام، وذلك بعد تحققهم من سلامة البطاقات من ناحية الفنية
وبعد ذاك يجونا نحن هون مصلحة الإرسال ونتحقق من الكمية وتأكد من المعلومات الضرورية كامل. بعد ذلك نقوم بعملية تسليم لإدارة النقل. العملية تتم بالبطاقة مقابل إما مقابل الرخصة، رخصة صنع البطاقة الرمادية، وإما بمقابل المخالصة. وتخضع البطاقة الرمادية الجديدة للنظام البيومتري الذي اعتمدته بلادنا في تأمين الوثائق الوطنية من التزوير والعبثية. إذن ختام النشرة، تذكير بالعناوين: مقاطعة السبخة تحتضن أعمال ندوة حول دور التصوف في نبذ الغلو وتطرف الشيخ سعد وأبيه نموذجا. ترقب في أوساط المواطنين ساعات قبل التداول بالأوراق الجديدة بعد الإصلاح النقدي الجديد. تابعتم في ملف النشرة: البطاقة الرمادية البيومترية حصانة ضد التزوير. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، نعود لنلقاكم في نشرة إخبارية أخرى وذلك في الدقائق الأولى من سنة 2018. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله.